16 حرف صح ولا لا؟ نجي هنا نقول لك اليوزر يساوي تكست اتوقع ان التكست ارجع من الصفر عدد الحروف اللي هو لا هاي هاي اوكي لان الهاي هو موقع الات ناخذ بشكل بسيط A B C art وين موقع الات؟ ها؟ ثلاثة كم دكس كم ايمان؟ ثلاثة ثلاثة فواقع الان كم عدد الحروف اللي ابغاها؟ فالاي يمثل الحرف اللي قبل الحرف خلنا من الماضي انت اذا توصل للات كويس الاقتطاع يعني الموضوع مو صعب انت لما تسوي غلط بتشوفه اذا زاد حرف او اسحب وتعدل عليه طيب اليوزر الحين يمثل الجزء الى ما قبل الات نجي الحين نقول له اذا فور اليوزر اقل من ثلاثه ترنيش ها فولس ما تتاكد ان ثلاثه اكبر هذا الفاليديشن الاول اللهم صل على محمد في فاليديشن ثاني اللي هو من اول حرف من اليوزر يكون حرف ما يكون رقم ولا رمز ولا هذا شيء بسيط بس كتبوا هذا ايش يسوي؟ يستدعي الدالة ولكن استدعاء الدالة ما راح يعطيك ما راح يطبع لك النتيجة هي ما فيها طباعة هي بس تسترجع فالمسترجع يا تحطها داخل برنت بحيث يطبع لك المسترجع او تخزنها في متغير نقول الريزولت يساوي الدالة از valid ونعطيه الاكس نمرر له هذا النص الاكس عبارة عن نص بعدين يقول لك برنت ليش شنو هون؟ لا هذا كود هو التست اللي شيت لي الدالة طيب الان نجي هنا احنا شيكنا اذا طول اليوزر اقل من ثلاثة صح ولا لا؟ طبعا اللي يبغى يشيك اليوزر صح ولا لا يقدر يسوي هنا برنت يوزر وبيشوف لما تشتغل الدالة بعد ما يصير اليوزر راح يبين وياه اليوزر اللي يبغى يتاكد من اليوزر بس انا مو مسوي الفرد طيب نجي هنا نقول له اذا هذا ثاني ما له دخل الاول اذا الحرف الاول او نقدر نجيب الحرف الاول الان لو طول النص اثنين بيرجع فوق صح؟ لو اكثر ثلاثه واكثر ايش بيساوي؟ بيكمل فأول ما نبدأ نتر ولا نبدأ شيء ايش صار؟ نان صح؟ صح فاحنا لازم نكمل الكود الحين. لا مو اص نجي نكمل. لا لا ولا الله خلاص تطلع نجي الحين نقول له الكاركتر او الفرست كاركتر فرست او مختصره سي الكاركتر الاولي يساوي عبارة عن التكست أو اليوزر اثنين هم نفس الشيء اللي قاعد يحكي صح؟ لأن اليوزر جزء من التكست نقول له التكست خذ الحرف الأول صبر هذا الحرف الأول نجي شيء الحرف الأول هل هو ألفا ولا مش ألفا؟ هل هو حرف ولا مش حرف؟ فنقول له إذا السي 1 دوت شفتوا الزنيومريك ايه شو شيك الزنيومريك؟ شيك اذا رقم ولا لا؟ صح از ابر از لور هذا از الفا از ايش؟ از الفا من الفابت اذا الفا ريترن ايش؟ ترو طبعا خلونا نشيك الاخطاء هذا شيك الخطا صح؟ كان نسوي الداله دي تصيد الاخطاء فنقول اذا نات مو از الفا شو يصير؟ ريتيرن
False. نحط مصية تانية. المصية الأولى تشيل. هل أقل من ثلاثة؟ إذا أقل من ثلاثة رجع لي False. المصية الثانية هنا. إذا مو ألفا رجع لي False. وهنا return. Return. اللي بيصير وكأنه من يبدأ هنا يبغى يلحق على هذا ولكن حط أنا عقبات هو يمشي في عقبة هنا وعقبة هنا. طيب مهندس انت هل سالفة 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 الحرف الأول dot is out. هذا الحرف الأول is out. طبعا مات نسيت رجع للتكس. اوكي طبعا كنت تصور خلوكم على هذا. طيب كريتين سوى الفرق كريتين ترو هذا حق من الحين آخر شيء كريتين ترو تبع الألفا لا خارجين لو عدهم هذا لو الأول والثاني ايه تلقائي بيقول في هذا. بس من يصير مثلا هنا فرص بيقول انا لا والله ما حليت اقدر اقول لك صح اذا مو هذه هذه صحيح وانت اثنين من قسمين صح. طيب اثنين نفس النتيجه واحنا قلنا اذا نفس النتيجه دائما نقدر نحطهم شرط واحد صح؟ صحيح فنقول له ان او عفوا او والله او مو ألفا اللي هو هذا الشرط يصير مو في حال أن طول النص أقل من ثلاثة ويقوم بها ها؟ و وقعان أو يعني واحد من هالشرطين يخلي فولس صحيح يعني صار لو هذا تحقق ما جاء شيء خلاص هذا يخلي خطأ. طيب نقدر نعكسها إذا تقول رتر رتر إذا كان طول الناس أكبر أو يساوي ثلاثة رتر و تكست أول حرف ألفا رتر ترو إنه يكون ألفا رتر ترو رتر ترو يمكن اختصار الأرض ريتال ريتال قلت لك هذا اساس اي واحد كثيره اكثر عادي اهم شيء يعني اي طريقه تكون مرتبه حتى لو طويله بالنسبه لي اهم شيء انك تطبقها و عاد يشتغل يشتغل جنب زيدان هذه دائما تسمع اذا اشتغل الكود طبعا اذا اشتغل الكود يقول على حسب خطوه بس ما ادري ليش اشتغل واحيانا نظبط الكود يقول الكود عادي بس ما ادري ليش ما يشتغل هذا فخر واضح يا شباب الشرط هذا يشيل في الثنتين ان تراب اكثر والحرف الاول الفا دف شو اسمه هاي اشتغل عندي هذا هذا جميل
الحين يجيك has has domain name او has domain عفوا يجي لنا الايميل هنا. اول شيء تبون تكرار ولا بدون تكرار؟ ها شباب تبون تكرار؟ اخذ نظره سريعه وبنرجع للبقيه. انا ما اشتغل عليكم. البقيه اشتغل عندهم؟ هذا اللي نجي. اول شيء نبغى نقطع عرف الدومين نيم مقصر، ما نقدر نبحث عن النقطه، والسبب لانه ممكن اليوزر فيه نقطه ولا ما فيه. احتمال احتمال في الجميل يقبل نقطه، فلما تجي تبحث ممكن يطلع لك الدق هنا. انا ابغى ايش اعزلها، تمام؟ فاجي شو اسوي؟ اقول له اقتطع لي طلع لي الدومين نيم. فاول شيء أقول دومين نيم يساوي عبارة عن الإيميل اقتطع من ابتداء من الآت إلى النهاية. أوكي شو هتسوي؟ النهاية ما يحتاج تفاضي، هو يعرف النهاية. لازم تقول له فايد اي لازم عشان يفهم انه اي من هنا ورا. اي بس الحين انا ما اكتب الكود انما انا باخذ الفكره. حلو اوكي. فهنا لازم نبدا من الارت الاندكس حقها عاد مثلا هي 0 1 2 3 4 5 نقول له انه 5 وطالع. اذا تخلي طالع معناها يعرف انه مو طالع. طيب نجي للمرحله الثانيه نطلع الدومين. الدومين هذا هذا الدومين نيم خاطئ. نقول له الدومين عباره عن الدومين نيم نفسه ابتداء من النقطه الى النهايه. يعني عمليه تكرار، بكرر العمليه. الدومين جزء من الدومين نيم والدومين نيم جزء من الايميل. فهذا بقول له الدومين نيم نيم ابتداء من اللي هو الارت عفوا مو النقطة النقطة إلى غاية النهاية. عاد النقطة شوف أي رقم هنا بتصير 5 6 7 لا بالنسبة للدومين نيم 0 1 2 3 4 5 هم 5 إلى النهاية. أوكي إذا تفهم الأولى تفهم الثانية. بس هو ما يعطيك كذا كذا قرار. لا لا في نقاط زياده لان لازم نطلع الموقع هذا عن طريق اي يساوي نطلع الموقع الاي نطلع الموقع حق الات وهذا الاي نطلع الموقع حق النقطه. وضحت الفكره؟ وضحت؟ نجي الان نقول له اول شيء طلع لي الدومين الايميل نفترض انه يساوي مكي صالح مكي مثلا @gmail.com افترض هذا الايميل. هذا طبعا كوماند بس اللي انا كاتبه. الاي يساوي الايميل دوت فايند الات. تمام هذا الموقع. فش بيصير لهذا؟ صفر عفوا صفر واحد لا صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11. فهذا كم قيمة الآي؟ 11. هذا هذه الفايند بيطلع لي موقع الآت. أجل الحين
ممكن اقول له عطني الدومين نيم اسم الموقع يعني او الويب سايت اذا تبغى، بس ما يسمونه ويب سايت، الويب سايت. ويب سايت يساوي عباره عن الايميل اللي هو هذا، نقتطع من نطلع الاندكس حق الات، فنقول له اللي هو هذا ال11 ابتدي من الاي الى النهايه. واضح؟ طيب خلاص الحين احنا طلعنا الويب سايت، الويب سايت هذا خلنا نطبع نجرب فرنت، هذا الويب سايت. نجي نشغل الداله فرنت نقول ان الايميل يساوي هذا. هلا نعم طبعا برنت النتيجة، هو ما في نتيجة اصلا، ما في ريتيرن، فما علينا من احنا علينا من الطباعة اللي صارت. يعني حتى بدون البرنت هذه راح يصير عندي طباعة، لان الدالة نفسها داخلها في طباعة. اوكي ايوه بس يعني اذا لا ما كنا فاين دات اي الحين في فرق، هل احنا نبغى الات ولا ما نبغاه؟ ذي راجع لك مو مهم، لان انا فعليا انا قاعد ادور النقطه ذي. فاذا انت ما تبغى الات تكتب الاي زائد، ابدا من الموقع اللي بعد الات. راح يجيب لي جيميل، قلنا هذه مو ضروريه. نجي الان نكمل، الحين وصلنا الى الويب سايت، نقول له الدومين، الدومين يساوي اول شيء نحتاج نطلع موقع الدوت، فنقول له الاي يساوي عباره عن الويب سايت دوت فايند النقطه. الدومين عباره عن هذا الويب سايت ابتداء من الاي الى النهايه، ولكن تصير عندك مشكله. رنت دومين اعدت نفس الخطوات اللي فوق، مثل ما الويب سايت اخذ من الايميل، الدومين اخذ من الويب سايت. نجي كومنت توضيحي، الويب سايت يساوي هذا، فالكود هذا يقتطع الجزء هذا، الكود هذا يقتطع الجزء هذا. تذكرون قبل شوي لما قلت الات مشموله ولا مش مشموله؟ لما استخدم نفس الكود معناها الدوت مشموله بتصير، نفس حركه الات. نجرب هذه، فلذلك اذا انا ما ابغى الدوت، ابغى فعلا بس اسم الدومين كوم، نقول له زاد واحد. هذا الطريقه. الطريقه الثانيه انك تخليه، ولكن بدل ما تقول ولا لا عشان لا نصعبها، خلها زاد واحد عشان تبقى كلمه، لان انا ابغى اشيك هل في كلمه ولا لا، لان احنا قلنا نقطه متبوعه ب كلمه، فاللي انا ابغى اشيك ان في كلمه بعد الدوت ولا لا. الحين هذا حصلت على الدومين صح؟ ابغى اتاكد الدومين اللي يكون فيه ارقام وما ادري ايش، ابغى اتاكد انه كلمه، فاقول له اذا الدومين دوت از الفا، اذا ما از الفا ريتيرن ثرو، غير ذلك ريتيرن فولس. هذا الحل، الحل عندنا تكرار كثير هنا، بس فعليا تعلم الاقتطاع وبتعرف الطريقه. ليش؟ نجي نشغل نشوف انه شنو الكوما الحين تعدلت، فالزائد واحد هنا مو ضروريه، شملت ما شملت مو ضروريه، لكن هذه ضروريه لان ابغى الكلمه منفصله.
اوكي طيب الحين كيف نقول ان هو هذا خط صحيح يعني ممتاز دوت بعدها كمان طيب نقول دوت وخلاص برنت ترو لحظه حرف يعني احدث كوم على دوت بس يعني كوم فولس لازم حرف على الاقل فورك مثلا لو تحط رقم اثنين مشكلة لازم كمل عموما هذا هو الحل وإذا نبغى نقدر نقول الآي عبارة عن يا شباب هذا طريقة ثانية تقدر تقول الاي زائد واحد لما يطلع الفايند هنا بيروح زائد واحد خلاص.